نتكلم على العادات ديال السهر اللي هي في الحقيقه من العادات اللي ما ماشي صحيه بالمره، يعني كتاثر لنا لا على 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 التغذيه ديالنا لا على على العمل ديالنا او الدراسه ديالنا طيله النهار. فبالتالي مزيان انه مباشره من وراء صلاه العشاء والتراويح تكون واحد شي اكله بحال هكا خفيفه تقدر تكون مع الاسره وداك الشيء، وترتاح واحد 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 الفتره ثم تخلدوا للنوم. يعني راه الا نعستي تقريبا من دابا راه الفجر غادي يجي شويه بحال هكا بكري، الا نعستي واحد خمسه السوايع راه مزيان، خمسه السوايع قبل السحور راه مزيان. العاده اللي كاين اللي العديد من الناس كيديروها اللي هي كيقول لك كنتسحروا نعسوا مره واحده، هذه حتى هي من العادات اللي شويه ما سميتو انا ما كنفضلهاش. كاين اللي كيتسحر مع الجوج ولا هذا ويخلدوا للنوم حتى للصباح، هذه شويه هذا كيضيع عليه واحد ثلاثه السوايع من وراها، والسحور فيه بركه كما جاء في الاثار. اذا فبالتالي مزيان اننا نعسو قبل الفجر، وموضوع السحور يكون اخر السحور، يعني نخليه هو اخر حاجه باش نستافدوا منها طيله اليوم. اذا كنركز على في وجبه السحور الفواكه الخضروات على شكل سلطات، كل المواد الحليبيه من ريب او يوغورت او لبن كما الى ذلك، او اجبان كما كاين اللي كيعجبو الجبن، كاين اللي كيعجبو الاجبان الاخرى. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو معنا في لاشين يوتيوب وبارطاجيو المحتوى في مواقع التواصل الاجتماعي، وما تنساوش